والله إن من أعظم مناقب الصالحين سترهم على عباد الله المؤمنين. إذا أراد الله بعبد خيرا جعله يستر ولا يحاول أن يفضح أحدا كائنا من كان. يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فستر عليه غفر الله له 40 مرة. غفر لمن؟ للغاسل. من غسل مؤمنا فستر عليه غفر الله له 40 مرة، ومن ستر مؤمنا ستره الله. ولهذا مع إجلالنا لإخواننا المعلمين وإخواننا في الجامعات وإخواننا ومشايخنا وأجلائنا في الحسبة وإخواننا في أي موطن، لا يحسن بك أن تأتي إلى مقتنى أخيك أو أي شاب تعرفه أو لا تعرفه فتفتحه لتنظر ما فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اطلع على بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينيه فلا قصاص له ولا دية. ووالله إن ما يقتنيه المرء في يده مما يعرف بكذا بكذا، الذي أنا لا أحب أن أتكلم في القرآن بأشياء حديثة، هذا الذي في يد الناس أضحى أعظم سرا بالنسبة للشخص من بيته. فلا يجوز لأحد أن يأتي لأحد ويقول: أنا فتحت جواله نطقناها وجدت فيه كذا وكذا. أصلا من الذي أباح لك أن تفتح جواله؟ أنت نفسك من الذي يستطيع أن يفتح قلبك؟ فينبغي للعاقل أن لا يغلبه الحماس إن كان معلما أو موجها أو أبا أو محتسبا، فيأتي لمن تحت ولايته أو غير ولايته من باب أولى أبعد فيقول: وجدت. اسأل الله أن لا يكشف سترك، واسأل الله أن يرحمك. وربما خلق ممن تعلم مما لا تعلمه كانوا على ضياع ثم سترهم الله ثم نقلهم الله إلى خير، ولا حاجة للتمثيل. فهذا أكثر من أن يعرف وأشهر من أن يقال. لكن المقصود، يستزل الشيطان بني آدم، يريد أن يقول: أنا أريد أن أنكر منكر، أنا أريد أن أعرف الرسائل، أعرف أعرف، ثم يدخل في من معضلة إلى معضلة إلى معضلة. ها كل الخلق لهم رب يأوبون إليه وحسابهم عليه، ولم يكلفك الله بذلك. وقد أدركنا الأخيار من مشايخنا في المدينة رحمهم الله، كان أحدهم وهو من أكابرهم يقول: والله إن الله لن يسألك لما لم تلعن فرعون، وإنك لو لعنت الشيطان فإنك لا تؤجر. هذا وهو الشيطان، لو لعنت الشيطان لا تؤجر. فكيف من يأتي لعباد الله سترهم الله؟ هم ستروا أنفسهم. لما يأتي إنسان وضع الشيء في الجوال هذا ستر نفسه. متى يحق فتحه؟ بأمر قضائي. إذا وجد أمر قضائي هناك بلاغ عنه أمر قضائي، هذه مسألة أخرى. لكن أن يأتي أحدنا بأي حجة يتولاها، حتى إنني أنصح الآباء ألا يفتح أحد منهم جوال ابنه ولا جهازه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأنا قلت هذا مرارا، والله إن لي 4 ابنتان وابنان، والله على ما أقول شهيد، ما فتحت جوال أحدهم ولا جهازه يوما من الدهر، ولا حاولت، ولم يقع ذلك في خلدي ولا خطر لي ببال، ولا أريد ولا أعلم والله أحدا من أهل الأرض أخذت جواله وفتحته منذ أن عرفت الناس. حتى إن الإنسان له ذنوب يريد من الله أن يسترها، وللناس ذنوب لهم لا يريدون من الله أن يسترها. فلا تتسلط على غيرك فيسلط الله عليك من هو أقوى منه. سترنا الله وإياكم بستره، والحمد لله رب العالمين.